أرحب بالناطقي باسم وزارة الزراعة السيد لورنس المجالي. أهلا بك معنا سيد لورنس. إذا لو نتحدث إلى أين وصلت التفاهمات بين المزارعين وأيضا معاصر الزيتون بشأن آلية الدفع؟ أسعد الله بس حقيقة في موضوع التعامل على ما يسمى الرد اللي هو الدفع مقابل العصر، هناك تفاهمات الآن بينه وبين نقابة المعاصر فيما يخص دفع البدل، وإن شاء الله سنصل إلى حالة من التوازن ما بين إخواننا المزارعين وما بين النقابة، خاصة أنه هذا قطاع خاص ونحن كرعاة لهذا القطاع نتعامل بحيثية أن يكون هناك إمكانية أن تمضي المعاصر بعملها وفي نفس الوقت لا يتضرر المزارع بالدفع المباشر. حقيقة يعني العام الماضي كانت الكميات يعني كانت الكميات كبيرة وكان هناك تكدس للزيت لم يتم تسويق جزء كبير منه، لذلك هذا أثر سلبا على تجار الزيت، فهذا الأثر يعني نحاول ان نتلافاه في هذه الفترة. نعم، كيف هل هنالك صيغة او شكل مبدئي الى الان يتم التفاوض عليه؟ نعم، لا يعني خلينا اورد فقط بعض المعلومات يعني في القطاع والمقارنه ما بين العام الماضي والعام الحالي. حقيقه زميلتي كان العام الماضي يعني قدرت الكميات اكبر، كانت اكبر حوالي 212 الف طن بالنسبه ل 2019، 170 الف طن منها كانت للزيت و45 الف كانت للتحليل، ايضا كان نتاجها حوالي 1034 الف طن من الزيت لم يتم تسويقه كاملا في تلك الفتره. اليوم في 2020 أعتقد أنه متوقع أنه يصل إلى 180 ألف بالانخفاض يقدر بحوالي 30% عن العام الماضي، هذا يعني سيكون أقرب إلى مساندتنا في آلية التسويق. حقيقة هناك بعض المؤشرات التي أدت إلى عدم التسويق في الفترة الماضية اللي كانت مشكلة القوة الشرائية وأزمة كورونا وأشياء كثيرة من هذا القبيل أدت إلى صعوبة في تسويق المنتج، وكان هناك بعض المدخلات لا شك من الحدود بكميات أثرت سلبا على هذه الكميات. اليوم المعاصر بتمر في ظروف استثنائية وأيضا المزارع بمر في ظروف استثنائية، لذلك الوزارة تعمل بكل جد وكان في لقاءات اليوم مع أخواننا في جمعية المعاصر للوقوف على الحالة والوصول إلى أنه المزارع اللي ليس لديه القدرة أنه اللي عنده القدرة الدفع يذهب بالدفع، لكن في حالة متوازنة ومتوسطة ما بين الطرفين أن يكون هناك استبدال أو مبادلة بالزيت مقابل العصر والإنتاج. بشكل عام كيف يبدو وضع القطاع الزراعي في المملكة في ظل يعني شبه توقف لحركة الاستيراد والتصدير بسبب فيروس كورونا؟ احنا ما بدنا نقول توقف زميلتي، لكن حقيقة القطاع الزراعي تأثر من فترة من شهر 3 إلى شهر 8 بسبب أزمة كورونا، وكان هناك إغلاقات سواء لدينا أو في الدول لدى دول الجوار أدت إلى يعني انخفاض تصدير صادرات الأردن سنوية من الخضار والفواكه تصل إلى 550 ألف طن سنويا. احنا بحمد الله تغلبنا على مسألة اللوجستيات التي كانت يعني أساس الأزمة في بداية أزمة كورونا. اليوم حتى هذه المكالمة اليوم عندنا 423 ألف طن صادرات، وهذا يعني رقم جيد، إن شاء الله متوقع أن نصل إلى 500 ألف طن إلى نهاية هذا العام. لكن على الواجهة الأخرى كان هناك ارتفاع مثلا في صادرات الأغنام مقارنة العام هذا بالعام الماضي. العام الماضي كان حوالي 299 ألف رأس أغنام للتصدير، اليوم حتى اليوم لدينا 432 ألف رأس تم تصديره، هذا كان ارتفاع، هذا اثر ايجابي لكورونا في القطاع، متوقع ان شاء الله نصل الى ما يزيد عن 500 الف راعي اغنام الى نهايه العام. حقيقه كان هناك عائق النقل هو اكبر العوائق الموجوده كان بالنسبه لصادراتنا لدول الجوار، كان في عائق الفيز لانه لم تكن تمنح دول الجوار فيز، وكانت وزاره الزراعه على متابعه تامه لتمديد الفيز للساقين، وكان الباك تو باك آثار كثيرة أثرت بشكل مباشر على صادراتنا، لكن لا شك بدأت تنتظم، ويعني سنصل إلى أرقام قريبة بإذن الله يعني قد تكون إيجابية، ويبقى هذا القطاع اللي يعني يحظى اليوم باهتمام ملكي كبير، ومسألة الأمن الغذائي ومسألة المركز الإقليمي أعتقد أنه راح يعني تكون دروس واضحة لكورونا للاستفادة من هذه الأزمة وعكسها على إيجابا على القطاع الزراعي. ماذا عن كميات المنتجات الزراعية؟ هل تحقق اكتفاء للكميات المطلوبة في السوق المحلي؟
نعم، هناك لدينا اكتفاء في عدد حقيقة من المحاصيل، تقريبا يعني في جزء من المحاصيل عندنا تقريبا يعني بجوز لو بدي اورد رقم قريب حوالي 4000 طن يومي يدخل الى السوق المركزي من الخضار والفواكه المحليه، وهذا يلبي حقيقه الاحتياج المحلي ويزيد كميات منه كافيه ويزيد منه الى التصدير. تقريبا احنا وزاره الزراعه استهدفت 22 سلعه، 22 محصول من ضمنها البطاطا ومن ضمنها البصل، محاصيل تم استهدافها مباشره في برامج الحمايه، ووصلنا الى الاكتفاء الذاتي في جزء كبير منها، وان شاء الله يعني تتم الى اجراءات الامن الغذائي في الاعوام القادمه، سنصل باذن الله اكثر الى يعني الاستهداف الشامل لهذه المحاصيل والوصول الى الاكتفاء الذاتي في تلك المحاصيل كامل. ماذا عن مساله رقابه الاسعار لهذه المنتجات الزراعيه في الاسواق؟ اختي احنا يعني الحكومه هي مؤسسه واحده، فنحن يعني لدينا تشاركيه وتشابك مع القطاعات ذات الاختصاص من وزاره الصناعه والتجاره، يتم دراسه الكميات الموجوده في للانتاج المحلي والاحتياج المحلي، ويتم مقارنتها ودراسه التوازن ما بينها وبين الاسعار المتوفره، وبذلك يتم التنسيق مع اخواننا في الصناعه والتجاره لدراسه هذه الاسعار. لكن في وزاره الزراعه نحن نتابع مساله الجوده، مسألة الوصول المنتج، حل أي مشكلة لوجستية، حل مشاكل الإنتاج، سلاسل الإنتاج، كل هذه يتم دراسته في وزارة الزراعة لنتمم وصول المنتج آمن ومنتج ذا جودة عالية إلى المستهلك مباشرة، وتبقى مسألة الأسعار في 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 في, في تواصل تام ما بينه وبين المؤسسات الرقابية ذات الاختصاص. ماذا عن الأنواع الغير متوفرة في السوق المحلي؟ هل هنالك أنواع غير متوفرة يتم استيرادها من السوق الخارجي بطريقة يعني مرنة الآن؟ نعم، احنا لا شك لدينا استيراد ما يسمى بالاستيراد التكميلي. يتم دراسة احتياجات السوق، الكميات الموجودة لدينا في المحاصيل، الفارق ما بين الكميات وما بين الاحتياج المحلي يتم تغطيته بما يسمى بالاستيراد التكميلي. هذا الاستيراد فقط يغطي حاجة دون إغراق، وبكميات أحيانا نذهب إلى مسألة التخزين حفاظا على أن يكون هناك لدينا كميات متوفرة لمواطننا. الناطق باسم وزارة الزراعة السيد لورانس المجالي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.